رامي يلا. هوبا أستاذة، أستاذة طبعا عبلة ده كامل، طبعا أجمل قلب في يعني جميلة الدنيا. الجمالات فعلا، أطيب قلب طبعا يعني. رامي دورك في أمنا. سلسلة دم، البعض بيشوفوا ان اجمل واهم ادوارك وبالاخص حلقتك مع الفنانة الجميلة عبلة كامل، اتعلمت منها ايه وتحب تقول لها ايه؟ أستاذة كبيرة، أنا 10 حلقات قاعد بستمتع بملاحظاتها ودروس تمثيل كلها مهمة جدا. أنت إزاي هي بتقول ملاحظة بأدب شديد وتبقى طبعا هي عندها مقصوفة تفاصيل، بتتكلم. أنا فاهم إنها وبقيت خلاص عارف إن هيبقى عندها تعليق على الحتة دي بالذات، وفعلا تعمل ده بعد شوية يعني بعد كام يوم. طريقتها بقى وهي بتعبر عن ده وأدبها الشديد وهي بتتكلم في منطقة مهمة جدا في التمثيل. بتقول لي في المشهد ده تحديدا اللي أنا فيه خاطفها بعد فترة وقعدنا دار حوار كبير، وبعدين أنا رجعت لابس جلابية جديدة ولاسة حرير صعيدي كده، وجاي بقول لها شايف الجلابية واللاسة دي؟ بتقول لي آه طلع بفلوسك. فقلت لي بص أنا شايفة إن المشهد ده بعد إذنك يعني لو تسمح لي ان انا اقول رايي. قلت لها يا نهار ابيض ايه الادب والجمال ده، اسمح لك ده انا اتشرف لان دي معلومه مفيده هتقولها لي طيبة يعني. أوي. انت انا هلعب من منطقه في التمثيل، هتكلم من احساس في منطقه احساس معينه، وابقى عايزه ان انت لو يعني تسمح لي تبقى اعلى شويه في الحته دي. فهي بتنبهني هي هتلعب منين وعايزاني اعمل. فجميله ست مركزه في تفاصيل، لأن ده إحساس هو الحياة اللي يخلي الحاجات دي من أعلى المشاهد اللي جات لي عليها كومنتس. المشاهد دي اللي أنا فيها أنا ومدام عبلة لوحدنا عايزك أحسن جدا، عايزاني فعلا أحسن. فدي حاجة قليل قوي لما تلاقي حد أم إحساس أم. أيوة والله العظيم أمنا، أيوة عزيزتي والله فعلا الواحد متخيلة إن يحسها أمنا. ممثلة، والتمثيل ده طبعا يعني انت بتبقى بتبص لنفسك جدا، هي بس فعلا انها من الممثلين يعني اللي نادرين جدا دلوقتي بتشوف فيها مامتك، دي حقيقة يعني. أنا امنا. فعلا بشوف فيها مامي جدا والله فعلا والله، دي فعلا حقيقة فعلا نفسي ربنا يفضل مديها الصحة يعني، وقت اكبر سنين وترجع تاني عشان احنا كلنا عايزين نشوفها تاني. عشان نتبسط بيها، دي حقيقة عشان نتبسط بيها ونستمتع سواء في فرجة او يا سلام لو امثل معاها طبعا تاني. إن حاجة شاء جميلة الله يا رب، إن شاء الله إن شاء الله ربنا يحقق لك كل يا اللي أنت رب عايزه إن يا شاء رب الله. إن شاء الله.